السلام عليكم ورحمة الله. هذه 3 علامات إذا رأيتها أخي الحبيب فاعلم أن الله يحبك. هذه العلامات أنا اخترتها اليوم لنتحدث عنها، لأن كثير من الناس ينظر إلى هذه العلامات على أنها علامات بؤس وشقاء وعلامات غضب من الله والعياذ بالله، ولكن العكس هو الصحيح. العلامة الأولى كثرة البلاء. هذه الدنيا أخي الحبيب فترة قصيرة جدا، لو قسناها بالآخرة، طبعا الآخرة تمثل اللانهاية، خالدين فيها أبدا، فأي رقم يوضع أمام اللانهاية يعتبر رياضيا صفر، لا قيمة له. فالدنيا هذه أمام الآخرة لا قيمة لها، إن لبثتم إلا قليلا، قل متاع الدنيا قليل. فأنت في متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني أنت ذهبت في رحلة لمدة يوم مثلا، شاهدت المناظر الجميلة وأكلت الطعام اللذيذ ورجعت إلى بيتك، هذه هي الدنيا. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال أيضا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك الله يرى الدنيا التي هي لا شيء تقريبا، ويرى الآخرة التي هي كل شيء. فالله يريد لك الآخرة، ولكن هذه الآخرة كيف نصل إليها لنضمن الجنة إن شاء الله؟ الآخرة فيها جنة وفيها نار، وهذه الدنيا القصيرة جدا هي الامتحان الذي نعيشه الآن. أنا وأنت الآن نعيش فترة امتحان. الإنسان في فترة الامتحان يعني يركز كل تفكيره على الإجابة الصحيحة ليضمن النجاح، ليضمن الفوز. فأنت الآن في فترة الامتحان، فالله عز وجل عندما يحبك صدقني لن يعطيك الدنيا، بل سيكثر عليك الابتلاءات، سيصب عليك البلاء صبا، من ضيق الرزق إلى المرض إلى الأذى إلى الظلم قد تتعرض له، إلى هموم قد تعصف بك. ما السر؟ السر نجده في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، لم يقل بسط له الرزق، لم يقل فتح له أبواب الدنيا، لا، ابتلاه. طيب من هو أشد الناس بلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كم عانى وكم أوذي في سبيل الله، وكم استهزئ به، وكم تعرض لمؤامرات، وكم تم تشويه سمعته عليه الصلاة والسلام. حتى اليوم الإعلام العالمي يعمل ليلا نهارا على تشويه صورة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. تصور مقدار الأذى الذي يتعرض له حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، وهو حي عند ربه عليه الصلاة والسلام. فنحن عندما نتعرض للابتلاءات فهذا دليل محبة من الله. لماذا؟ لأن الله يريد لك الآخرة، يقول لك هذه الدنيا هي مرحلة عبارة عن امتحان، يجب أن تقدم فيها أعمال مثل الصبر وحسن الخلق وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والصبر على أذى الناس وفعل الخيرات، وأن تحسن للناس، أن تقدم لهم خدمات تساهم في الإصلاح بين الناس. يعني يجب أن تتعب في هذه الدنيا حتى تصل للجنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا، الجنة يعني، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا العلامة الأولى كثرة الابتلاء، وهذه العلامة صدقني هي من علامات محبة الله لك، ليرفع درجتك عنده وليضمن لك دخول الجنة إن شاء الله. العلامة الثانية من علامات حب الله لك أنه يلهمك كثرة التوبة. يعني أحيانا تجد إنسان بسيط فقير ولكنه كثير الاستغفار والتوبة إلى الله، قد يستهزئ به الناس، قد يظن الناس أن هذا الإنسان يعني خارج رحمة الله، أو أن الله يعاقبه أنه خلقه بهذا الشكل. لا، هذا الإنسان المسكين البسيط الفقير الذي يكثر من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه علامة مهمة من علامات حب الله له. فإذا وجدت نفسك لاهيا منشغلا في الدنيا فاعلم أنك بعيد عن الله سبحانه وتعالى. إذا وجدت نفسك تستغفر الله وتتوب إليه فاعلم أن هذه علامة من علامات محبة الله لك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، كان يستغفر الله ويتوب
إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة كل يوم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هل هو بحاجة أن يتوب إلى الله؟ وهو الذي عصمه الله من الخطأ والذنوب، ولكن كان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. إذا كثرت التوبة والاستغفار أنا أجده أنه دليل قوي على حب الله لك. والغفلة عن الاستغفار صدقني ستفقد الكثير من الخير. التوبة إلى الله: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فالله اسمه التواب، الله سمى نفسه التواب، ويتوب الله على من يشاء. فالتوبة ليست أمرا سهلا أيها الأحبة. عندما تتوب إلى الله، ما الذي يحدث في السماء؟ أنت تتوب ولا تعلم ما الذي يحدث هناك. حملت العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله، هؤلاء الملائكة الكرام يقولون: فاغفر للذين تابوا. يا رب يستغفرون لك. تخيل أنت عندما تقول: أنا تبت إليك يا رب، كلمة سهلة جدا، تبت إليك من هذا العمل، تبت إليك من الغش، تبت إليك من الربا، تبت إليك من النميمة، تبت إليك من أن أمد بصري إلى شيء حرمته، تبت إليك من الفواحش. هذه التوبة لها صدى في السماء عند ملائكة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله. هؤلاء يستغفرون لك بسبب توبتك إلى الله. تخيل، يعني تخيل مدى محبة الله أنه يجعل هؤلاء الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يلهمهم ربهم سبحانه وتعالى أن يستغفروا لك ويطلبوا لك أن تدخل الجنة، أنت وأهلك وذريتك، زوجتك أيضا سبحان الله. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهنا أيها الأحبة، كثرة التوبة إذن هي علامة قوية جدا أن الله يحبك. العلامة الثالثة، والعلامات كثيرة طبعا، ولكن أنا لكي لا أطيل اقتصرت على هذه العلامات الثلاثة لأهميتها بالنسبة لي. كثرة الحمد. أحدنا، والله أيها الأحبة، كلنا نغرق في النعم، وأهم نعمة هي نعمة الإسلام التي أكرمنا الله بها ولا نشعر بقيمتها. تصور حال الملحد أخي الحبيب، يائس من الآخرة، يائس من الله، لا يؤمن بالله أصلا، أي شر يصيبه يفقد الأمل، حاله تعيس، حاله تعيسة، ليس لديه طهارة، ليس لديه صلوات يؤديها، ليس لديه شيء يلجأ إليه، وحيد، يعيش وحيدا، يموت وحيدا. لذلك أكثر نسب للانتحار حسب دراسة عرضناها أمريكية موجودة على موقع لمن أحب أن يتأكد، لأن بعض الملحدين ينكرون هذا. الملحدون هم أكثر عرضة، أكثر الناس عرضة للإقدام على الانتحار، وأكثر نسب للانتحار تجدها بين الملحدين. لذلك هؤلاء فقدوا نعمة الإيمان. لذلك بما أن الله خلقك مؤمنا فيجب أن تقول كل يوم الحمد لله 100 مرة وأكثر. النبي كان يقول بعد كل صلاة 33 مرة الحمد لله، أضرب بـ5 كم؟ يعني كان يحمد الله كثيرا عليه الصلاة والسلام. كثرة الحمد أخي الحبيب أول شيء تزيد النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكلما أكثرت من الحمد، اعلم، دقق معي لهذه النقطة، اعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمك هذا الحمد وليس بإرادتك. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، لأن الله يطلع على قلوب العباد. فالإنسان الذي قلبه نقي محب للخير مثل هذا الإنسان، الله يهديه لكثرة الحمد. فالنعمة التي أنت فيها الآن، إذا كنت تكثر من قول الحمد لله وتشعر بهذه النعم في داخلك وتقول من أعماق قلبك: يا ربي لك الحمد على كل حال، تبدأ باستشعار نعم الله، نعمة البصر. طيب ماذا لو فقدت نعمة البصر؟ كيف ستكون حياتي؟ ماذا لو فقدت نعمة الكلام، نعمة السمع، نعمة الصحة؟ ماذا لو فقدت أي نعمة من مليارات النعم التي يعني سخرها الله لي؟ هناك أناس لا يستطيعون النوم إلا بمهدئات وأدوية. هناك أناس أخي الحبيب لديهم من المشاكل والهموم
ما تعجز الجبال عن حمله وأنت لا تعلمهم. فالحمد لله، فدائما أكثر من قول الحمد لله. فإذا وجدت نفسك أن لسان حالك يقول الحمد لله باستمرار، فاعلم أن هذه علامة مهمة من علامات حب الله لك، لأن الله عز وجل لا يلهم كثرة الحمد إلا لمن يحب. إذن ملخص هذا اللقاء أيها الأحبة: كثرة البلاء، كثرة التوبة، كثرة الحمد. هذه ثلاث علامات مهمة، وهناك علامات كثيرة أيضا، ولكن هذه مهمة أن نتذكرها ونحرص عليها، أن ننظر إلى البلاء على أنه نعمة من الله وامتحان واختبار ليرفع درجتنا، أن نكثر من التوبة لتزداد محبة الله لنا، ونكثر من الحمد لأنه فعلا إله يستحق أن نحمده. بل إن كل صلاة نبدأها بالحمد لله رب العالمين، والله عز وجل بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحامدين الشاكرين التوابين الصابرين على البلاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.